بالمدرسة الجماعاتية مجلاو بأصيلة أشرف سعيد أمزازي وزير التربية الوطني والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وجوفانا باربريس ممثلة منظمة اليونيسف بالمغرب، ومحمد مهيدية والي جهة طنجة تطوان الحسيمة على إعطاء الانطلاقة الرسمية لعملية من الطفل إلى الطفل، والتي اختير لها شعار لنعمل جميعا لضمان الحق في التمدرس. العملية تندرج في إطار تنزيل المشروع الرابع من الرؤية الاستراتيجية 15 و2030 و2000، والذي يسعى إلى تأمين التمدرس الاستدراكي والرفع من نجاعة التربية الغير النظامية. واليوم الحمد لله كنطلقوا هذا الورش الوطني ديال من طفل إلى طفل للقضاء النهائي على الهدر المدرسي من هنا، من هذه المدرسة الجماعتية بمجلاو إقليم طنجة أصيلة، ولها رمزيتها لأن كي قلت النسب ديال الهدر المدرسي على المستوى القروي هو 5%، وحنا سطرنا في مشروع تنفيذي للوزارة باش إن شاء الله من هنا ل 2024 ننزلوا ل 1%. لهذا خصنا نكتفوا هذه البرامج ونطورها، واليوم الحمد لله عندنا خلقنا واحد التعبئه جماعيه من اسر، من تلاميذ، وايضا من فاعلين تربويين. اليوم بغينا ينخرطوا التلاميذ مباشره، لهذا سمينا هذا البرنامج من طفل الى طفل بمعيه اليونيسف وايضا الكندا، سفارة الكندا اللي كتعاوننا في هذه المبادرة هذه. وينتظر من خلال انطلاق عملية اليوم إشراك الأكاديميات والمديريات الإقليمية في عملية الإحصاء وضبط خريطة عدم التمدرس والانقطاع عن الدراسة، حيث من المرتقب مشاركة أزيد من 9000 مدرسة في عمليات تحسيسية لفائدة التلاميذ وأزيد من 96000 تلميذ في رصد الأطفال الغير الممدرسين وإجراء المقابلات معهم. كما يستهدف البرنامج مشاركة 19300 أستاذة وأستاذ في عمليات تحسيسية مماثلة. التجربة ديالي أنا جلست في الدار وندمت بزاف، بغيت نعمل الاوقات ديالي ولكن داكشي ما كينفعش حتى في المجتمع ديالنا هذا في هذا الوقت هذا كيطالب التعليم، واي حاجه كتبغيها خصها الدراسه، اي حاجه يعني اي حاجه خصها الشهاده. صراحه الله رجعت نقرا ولكن يعني ماشي بحال اللي كنت في الاول، طبيعه الحال كنت في الثالثه رجعت للسادس. كنوجه نصيحه لاي طفل واي طفله في حالي انهم ما ينقطعوش على الدراسه، حتى الدراسه هي اساس هذه الحياه هذه، والتعليم شي حاجه مهمه وغيحتاجوها بزاف الاوقات ديالهم. Thank you.